الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي لا يفره المنع ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. أشهد أن لا إله إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، جاء بالحق ونطق بالصدق. اللهم صل عليه صلاةً دائمة ترفع بها عنا البلاء والنقمة، وتنزل بها علينا الخير والرحمة، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة الهدى ومصابيح الدجى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على سليل الأنبياء ووريث الأولياء، أمل المؤمنين وغاية العارفين، نجل سيد البشر الإمام الثاني عشر، نجاة العباد في يوم التناد، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إخوتي أخواتي، طبعا لا يخفى على حضراتكم الكريمة أن القرآن الكريم يعرض، من جملة ما يعرض، آيات متنوعة، وهذه الآيات فيها مطالب اجتماعية ومطالب اقتصادية ومطالب فقهية ومطالب إنسانية. والقرآن الكريم عندما يتحدث في كليات ما يبين، لا شك في مقام أن يلفت نظرنا إلى أن الهداية تحت متناول أيدينا، وهناك منازل للناس تختلف باختلاف ارتباطهم به تبارك وتعالى. ونحن سنستعرض بعض الآيات بمقدار ما يسمح به الوقت من سورة الصف، ونبين بعض الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وما مقدار ما نستفيد منها بشكل أو بآخر. قال الله تعالى في هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم يقول بعد هذه الآيتين مباشرة الثلاث: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا سمح الوقت نعطف إلى آية أخرى
وأخرى تحبونها، آية 12 من نفس السورة، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فعلا الآن أبقى بخدمتكم في هذه الثلاث آيات الأولى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طبعا الله تبارك وتعالى، نحن مسؤولون، وكل فعل من أفعالنا، كل قول من أقوالنا له أثر، وهذه الآثار تختلف باختلاف الأقوال. في بعض الحالات القرآن يريد أن ينبه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أنت أمام مصطلح كلمة، ما معنى كلمة كبرت؟ كلمة كلمة، الأثر الذي يترتب عليه، الحالة التي نفعل أو نعمل، هذا شيء كبير، وهذا الشيء الكبير بلحاظ أثره. الله تعالى والعياذ بالله، الإنسان ينكر، أنا يقول لقد جئت شيئا إدا، لقد جئت شيئا نكرا. الآن في هذه الآية المباركة بدءا الله تعالى ينزه نفسه، سبح لله كل أحد، ما في السماوات ما في الأرض، حالة من التنزيه، حالة من التنزيه. ثم يأتي الكلام لنا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أن الإنسان لماذا يعطي كلاما وهو لا يفعل، لا يستطيع أن يفي بهذا الكلام؟ لما تقولون وأنتم لا تفعلون؟ أن الإنسان الآن يحب الصدقات ويأتي إلى الناس يحثهم على الصدقات، كلمة طيبة لطيفة جيدة، لكن أنت لا تفعلها، حالة من حالات عدم المصداقية وعدم الواقعية. القرآن الكريم لا يرضى بهذا الكلام. عادة لفظة اللما بها نوع من العتب أو الاستنكار لهذا الفعل، لما تفعل ذلك وأنت أنت؟ الآية صدرت يا أيها الذين آمنوا، ما قالت يا أيها الناس، قالت يا أيها الذين آمنوا لا يناسبكم أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا غير صحيح، لابد أن تكونوا عندما تتكلمون، وهذه الكلمة لها مسؤولية. والتفتوا إخواني، الكلمة في خصوصا هذه الأعصر، باعتبار الذي يسمع الكلمة قد تصل إلى ملايين من الناس، الكلمة مسؤولية، والكلمة تؤثر، إن كانت حق تؤثر أثر حق، وإن كانت الكلمة استفزازية أو كانت الكلمة فيها توهين تؤثر أثرا سلبيا، ورب كلمة تخرج لا يمكن تدارك هذه الكلمة، تخرج كلمات الآن لا يمكن تدارك هذه، وإن تدركت لكن بعد فوات الأوان. على الإنسان أن يتحفظ أو أن يتكلم بمقدار ما يعمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لم يكتفي بهذا، لاحظوا نوع من التقريع، قال كبر مقتا، والمقت أشد البغض.
تقول هذه الحالة أنا أبغضها، آخر يقول لك بل إني أمقتها، مقت أشد حالة من غير المحببة، يغضب، إني لا أريد هذه الحالة. قال هذا يمقت فأشد الغضب. الله تعالى يقول كبر مقتا عند الله، ليس عندكم فقط، عند الله. ما هو الذي كبر مقتا عند الله؟ قال أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا يخرج الإنسان عن الصدق، عن الثقة، عن الموضوعية. لا بد أن تكونوا بمستوى أن تقولوا ما لا تفعلون. لاحظوا التمهيد. الآن مقام الأقوال كثير، أنا مثلا أقاتل، أنا أجاهد، أنا أتحمل، دعوات. عندما يحمل وطيس أنا أكون في الهزيمة كالغزال. القرآن ماذا يقول؟ يقول إن الله بعد مباشرة الآية قال إن الله يحب، التفتوا للمفردات، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، ثم ماذا؟ كأنهم صفا، كأنهم بنيان مرصوص. واقعا هذه الآية الشريفة إخواني على وجازتها فيها ما فيها. الله تبارك وتعالى مقتضى الرحمة، نعم الله تعالى رحيم بالمؤمنين، إن رحمته وسعت كل شيء، لكن الله هو يصرح، هو يقول إني أحب، هذا شيء آخر. الله هو يحب، إني أحب، الله تقول إني أحب، الله تعالى هنا يقول إن الله، وهذا الفعل المحبة تصدر من الله تعالى. نعم ترى النبي يقول إن الله يحبك، الإمام يقول إن الله يحبك، ترى الله تعالى يخاطبنا يقول إني أحب، إن الله يحب، وفعل المضارع يدل على التجديد، يدل على الاستمرارية، إن الله يحب، وهذه حالة تثبت الله ماذا يريد في المقابل الذي يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول إن الله يحب. من الذين يحبهم الله؟ نقطة. من الذين يحبهم الله؟ في هذه الآية الله تعالى راح يبين الله يحب، قد يحب غيرهم. في آيات أخرى عندما يستعمل القرآن لفظة يحب نأتي إلى متعلق المحبة. ماذا يحب الله تعالى؟ قل إن كنتم مثلا تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في آل عمران. ندعي دعوة نقول إني أحب الله، تقول إذا أنت فعلا تحب الله تعالى اتبعني، النبي يقول اتبعوني، بعد أن تتبعوني يحببكم الله. فالله هناك يحب من تبع النبي. بالنتيجة هذا جزء، هذا مقطع، الصورة كلها تتكامل، لكن مقصود متعلق المحبة هنا ما هو؟ إن الله يحب، وحقيقة هذه في غاية الروعة. الله يحب أحدا، إذا الله أحب أحدا فلتغضب عليه جميع الكائنات، لا قيمة له، لأن الله يحبه، والله هو بيده جميع الأسباب، وأولياء الله تعالى يحبون ما أحب الله.
فإذا الله أحبه يعني أحبه جميع الأنبياء وجميع الأولياء وجميع المعصومين، لأن هؤلاء يبحثون عن محبة الله تعالى. فالذي لا يحبه الله أيضا لا يحبه، لا قيمة لهؤلاء. الله إذا أحب أحدا لا قيمة لمن لا يحبه، لا قيمة له. ولو غضب عليك جميع الكائنات ليس لها قيمة، الله هو بيده الخير، بيده الأسباب، بيده الأمر والنهي والحياة والموت، كل شيء. إن الله، لاحظوا لفظ الجلالة، الله تعالى يحب من؟ إن الله يحب الذين يقاتلون، يندفعون للقتال، لا يقاتلون لأجل شيء آخر. عند مشكلة مع فلان يقتله، مشكلة ما بين هذه الجهة وهذه الجهة يقتلها، هذا ليس له علاقة بمحبة الله تعالى. الله تعالى يحب شيء مرتبط به، شيء غير مرتبط به لا قيمة له. ناس يقاتلون الآن في الدنيا كثير، لا قيمة لذلك. نريد المحبة. الله يحب، نعم يحب من؟ الذين يقاتلون في سبيله. هؤلاء يقاتلون في سبيله، يعني ليس لهم مصلحة إلا لأن الله تعالى أراد. هؤلاء يقاتلون في سبيل الله. كيف يقاتلون؟ يقاتلون صفاً، اصطفوا، تهيئوا. وهذه المقاتلة، لاحظوا العنوان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هم، كأنهم بنيان مرصوص. ما معنى بنيان مرصوص؟ هذا البناء المرصوص حالة من الإحكام والاستحكام لا فرجة فيه أصلاً، لا يمكن أن يخترق. هذا شيء مرصوص وهو بنيان لا يهتز، لا يمكن أن يعبث به. هؤلاء يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون في سبيل جهة أخرى. لاحظوا واحد، يقاتلون أيضا صفا متهيئين، صفوا أنفسهم للقتال، وأيضا كأنهم بنيان. هذه الكتلة هي كتلة تقاتل في سبيل الله تعالى. كيف تحصل في سبيل الله هذا الشيء؟ كيف يحصل في سبيل الله؟ وحقيقة هذا سؤال مهم. النفس واحدة، إنسان يبذلها، لابد أن يبذلها في شيء عظيم. مسؤول الإنسان عن نفسه. قطعا من أوضح السبيل في سبيل الله ما هو؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول قاتلوا. النبي لا يزر إلا عن الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى. الإمام عليه السلام أيضا، ثم الفقيه لما يأمر. وعندنا الآن، عندنا في هذه اللحظة شباب مؤمنون يسعون لأن يرجع العراق إلى ما هو عليه، وهؤلاء قاتلون في سبيل الله، لأن هذا الاندفاع إنما جاء من جهة لها شأنية دينية كونها مرجع. فهؤلاء دخلوا في ماذا؟ في خانة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. وهذا نوع من التوفيق، أن الإنسان يقاتل وهو مطمئن إن الله تبارك وتعالى يحبه. ولذلك أكثر من مرة تكرر المرجعية: ليتنا كنا معكم. واقعاً الموقع الذي فيه الأخوة
الآن موقع يغبطون عليه. هنيئاً لهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم دائماً بالنصر المؤزر، دائماً إن شاء الله تعالى. بعض الآيات لعل الوقت ضاق، قال في آية 13 قال وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب. قطعا الإنسان المؤمن ما دام يقاتل في سبيل الله لا يهم. علي الأكبر سلام الله عليه للإمام الحسين يا أبا لا نهم، ألسنا على الحق؟ قال بلى. لا يهم، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، ما دام الحق حصل لا يهم. هؤلاء الآن فقدوا أحبة وفقدوا أطرافا واستشهدوا وهم على الحق. نعم العزيز يفقد، الناس تتألم، لكن الموت حق. فرق بين ميت نقول له مت إلى جهنم وبئس المصير، وبين ميت يقول هذا قد أحبه الله تعالى لأنه قاتل وجاهد في سبيل الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يكون نصر قريب، وأيضا يكون فتح قريب من الله تبارك وتعالى. وهذه أشياء أيضا نحبها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن على أخوتنا على بلدنا بالنصر من الله تعالى والفتح القريب. ثم يقول وبشر المؤمنين، نسأل الله تعالى أن نحصل على هذه البشارة في أقرب وقت، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.